ورجعنا لكم بعد الفاصل ومنورنا في الاستوديو الكاتبه الصحفيه مروه فتحي رئيس قسم المراه في جريده روزا اليوسف. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله تمام. منورانا. ميرسي يا دكتور. كان طبيعي لما تبقى الحلقه بعنوان دور المراه في مواجهه فيروس كورونا نجيب حد زي حضرتك متخصص ورئيس قسم المراه في جريده كبيره. قولي لنا بقى راي حضرتك ايه؟ دور المراه ايه بقى؟ المراه طبعا عليها دور كبير في كل أزمة، مش في أزمة فيروس كورونا بس. السيدة انتصار السيسي حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت كتبت على صفحتها الرسمية على الفيسبوك إن المرأة المصرية ستظل دائما وأبدا مصدر الحياة أمام كل أزمة أو خطر يقع على أرض الوطن. ده حقيقي فعلا. فالمرأة هي وزيرة الصحة في بيتها، بمعنى أنها بتوعي ولادها، عليها دور كبير عليها دور كبير في مواجهة الفيروس. من مواجهة الفيروس بتبدأ من جوه البيت، ان الست الام بتوعي ولادها بأهمية النظافة وغسل الايدين التعقيم المستمر، ودي اول نقطة في مواجهة الفيروس. ان هي بتدفع ولادها ان هم يتبعوا التعليمات اللي اقرتها الدولة، ان هي بتعمل لهم اكل صحي عشان ترفع المناعة. ودي تاني حاجة في مواجهة الفيروس بالظبط. ان هي كمان بتحافظ عليهم من ان هم يبقوا موجودين في اماكن تجمعات عشان نحد من انتشار الفيروس، عشان الازمة تمر بسلام يعني. واعتقد ان دي الاجراءات الوقائية اللي الدولة قالت عليها عشان ما يحصلش انتشار كبير للفيروس والازمة تعدي بسلام. هي بتحوط على اولادها، بتحوط على اولادها، ولا عايزاهم ينزلوا، عايزاهم طول الوقت صحتهم كويسه، يغسلوا ايديهم، عايزه تعمل بالزبط. افضل اكل. حتى البوستات اللي انتشر بتاعت الكيك، ريحه الكيك في كل مكان، ريحه الكيك في كل مكان. البيوت. اصل هيعملوا ايه هم يعني؟ ما فيش حاجه بقى يعملوها غير يعني ان هم لا، المراه قايمه بدور كبير جدا فعلا في مواجهه الفيروس. طيب الدروس بقى المستفاده في الازمه على المستوى الاجتماعي. بصي، هو مش على المستوى الاجتماعي بس، هو على كذا مستوى. احنا دلوقتي في محنه، في ازمه، بس في المحنه دي في منحه. احنا يعني المفروض نبص لنص الكوبايه المليان. الدفء الاسري رجع من تاني، لمه العيله رجعت. الاول كان احنا كنا بنشتكي من ضغوط الحياه ما بتخليناش نقعد مع ولادنا، نقرب منهم. في حاجات كتير بنبقى عايزين نعملها معاهم بس بنأجلها. جه الوقت وجه الفرصة ان احنا نقعد مع ولادنا، ان احنا نقرب منهم، نعرفهم، يعرفونا. حتى كان في امهات كانوا بيقولوا لي احنا يعني اكتشفنا ولادنا من جديد، ما كانوش يعرفوهم. احنا عايشين تحت سقف بيت واحد، اكتشفوا الشقاوة بس احنا كمان يعني. احنا مش عارفين، اكتشفوا الشقاوة. قربنا منهم، قربوا منهم، عرفوهم، عرفوا هم بيحبوا ايه، مش ازاي بيحبوا ايه. ازاي الام تحتوي اطفالها، وازاي انها تقرب منهم قوي في الفتره دي؟ ازاي بقى اولا بالحوار، بالكلامنا في وقت كده بتقعد تتكلم معاهم. احنا خلاص ما بقاش ورانا حاجه، خلاص. أيوة احنا مش حاجه غير ان تقعد احنا تتكلم نقعد معاهم، ان احنا نتكلم. تقعد تعرف هم بيفكروا في ايه، هم بيحبوا ايه. في كتير على فكره امهات كتير برضو هم بيشتغلوا ومع دوامة الحياة بقى مش عارفين ولادهم. ما بيتكلموش، هو روتين حياة يومي بيعيشوه وخلاص. لكن ما بيقوش عارفين ولادهم، ابني أو بنتي بيحب إيه، ما بيحبش إيه، مين صحابه، الحاجات دي كلها. لا يعني بتفرق. احنا كمان اكتشفنا نفسنا، غير ان احنا اكتشفنا ولادنا، لا احنا بحس ان احنا اكتشفنا نفسنا فعلا. احنا كنا كتير. محتاجين ان احنا نقف مع نفسنا، كنا بنجري جري فظيع يعني. الحياه برضو كانت سحلانه شويه. لا الواحد يقعد مع نفسه يشوف هو عايز ايه او ناوي يعمل ايه. في حاجات كتير في البيت احنا كنا مأجلينها. التخطيط كمان، التخطيط انك يعني انا هعمل كذا، انا بفكر في كذا. فكره برضو السؤال على الاهل طول الوقت، ان كل واحد يسال على والده وعلى والدته وعلى اخواته. دي برضه ما كانتش موجوده. ما كانتش موجوده. يعني الحياه خدتنا من بعض. من الساعه 7 ابتدت التليفونات ان احنا نتكلم. لا بقينا نتكلم، بقينا نعرف نطمن على بعض، بقينا خايفين على بعض. برضه من الدروس المستفاده ان احنا بقينا خايفين على بعض. الناس بقى عندها وعي باهميه النظافه زياده. دي حاجه احنا كنا مفتقدينها فتره. مفتقدينها برضه يعني. حتى لما كنا بنشوف حد يعني عنده وسواس نظافه نقول يا ده موسوس نظافه. دلوقتي بقينا كلنا موسوسين، ولازم لازم نبقى موسوسين نظافه. بس بعد ما نخرج ان شاء الله، ان شاء الله نتمنى ان الموضوع يستمر. انا واثقه ان هنخرج من الازمه. وكمان دي من ضمن الحاجات المهمه برضو ان احنا بقينا عايشين لايف ستايل صحي.
كلنا، يعني بقينا اكل صحي، اكل صحي، نظافه، غسل ايدين، بالظبط، ما نلمس روتين اي الحياه حاجه. اليومي بقى صحي، يعني حتى الجيل الصغير بقى اللي طالع خلاص هو شافنا ايه في المرحله الكويسه اللي هو هيتعلم مننا، بالظبط احنا اسلوب قدوه حياه ليهم. مختلف. بالظبط، احنا بطلنا اكل الشارع بقى الكتير اللي مليان بقى دهون ومليان لا، مفيش حاجات دلوقتي، كل مش واحد بقى كويسه خايف على صحته. احنا معانا تليفون. السلام عليكم، وعليكم السلام، اتفضلي. ازاي حضرتك؟ ازاي اهلا حضرتك يا بحضرتك، فندم؟ اهلا بحضرتك، اتفضلي. والله انا بشجع كل مرأة تواجه الأزمة بتاع كورونا. ميرسي جدا لحضرتك انا بقول وتحية لكل لحضرتك. طب مرأة وكل مرأة تخلي أسرتها قاعدة في بيتها عشان ما تواجه الأزمة اللي احنا فيه. حضرتك بتعملي ايه مع اولادك؟ عندك اولاد؟ انا بقى والله انا عندي 3 اولاد مقعداهم طول النهار في الشقة وجايبه لهم النت وعامله لهم اللي هم عايزينه، حتى جوزي بيجي يخرج بقول له لا ما تخرجش عشان الأزمة. ما شاء الله، ربنا يبارك لك فيه. هو ده اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيه، ان دور المرأة في مواجهة الأزمة دور تحوط كبير على جدا. ولادها، الأم بتحوط على أولادها، بتعاملهم، بتجيب لهم أكل صحي. فرو شعبها يمين يا رب. احنا بنحيي حضرتك جدا، ميرسي جدا ليكي. معانا تليفون تاني. الو، ألو، السلام شيرين. عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. ازي شيرين احمد؟ اتفضلي. ايوه، ممكن ابادر معاكم في البرنامج؟ اتفضلي حضرتك معانا. طيب دلوقتي انا بعرض ان الجمعيات الخيريه عامله مبادرات لحمايه الاسر او لتجميع فلوس وكده للاسر اللي هي محتاجه او اللي اتضررت من كورونا، يا ريت تشاركونا في الموضوع دوت. تمام، محتاج حضرتك ايه؟ حضرتك محتاجه ايه؟ سؤال حضرتك فين؟ لا هو انا يعني هو في جمعيات كتير خيريه حوالينا بتحتاج اكيد فلوس، يعني فهي نبقى في مبادره في التلفزيون تدعم الاسر ديت. احنا بالفعل يا فندم عاملين كده. حضرتك ادخلي على صفحة البرنامج هتلاقينا فعلا عاملين مبادرة حاليا دلوقتي لدعم الأسر. طب متشكرة جدا. مرسي جدا لاتصال حضرتك. انا بس عايزة اعلق على نقطة اتفضلي. المكالمة الاولى، ان السيدة بتقول ان هي موفرة نت لولادها. انا برضو كنت انا هعلق على برضو نفس يعني الكلمة، احنا قاعدين في وقت كبير طبعا للولاد قاعدين في البيت، كله يبقى مش عايزينه يبقى كله استخدام نت سلبي بالظبط، يعني يعني عايزين في انشطة ترفيه. كتير ممكن الام تعملها مع ولادها، تنمي مهاراتهم لو هم صغيرين، تنمي مهاراتهم، يعملوا مع بعض حاجات إعادة تدوير من الخامات اللي موجودة في البيت مش بيستخدموها، هيشغلوا مخهم اكتر، يعملوا أنشطة، يلونوا، ريسايكل يرسموا، الحاجات دي. لو هو مثلا الابن او البنت عندهم مثلا بيحبوا يقروا او كده تشجعهم على القراية وان هم يقروا قصص ويكتبوا ملخص ليها، يعني ده بينمي مهارة القراية والكتابة عندهم. لو هم بيحبوا يعملوا حاجات هاند ميد يعني يدخلوا على اليوتيوب، لو شجعتهم في الاول هي بالظبط يدخلوا على اليوتيوب ويعرفوا الحاجه بتتعمل ازاي ويبداوا يعملوها. في برضو يعني من ضمن الام بعتت لي انها عامله في بيتها ورشه، الورشه ديت مع ولادها كل يوم بالليل بيقعدوا يصنعوا حاجات ايه من اعاده تدوير، فلا يعني فكره حلوه يعني. تمام، احنا معانا اتصال. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. ازاي حضرتك يا فندم؟ اهلا بحضرتك. انا عايزه بس اعرف بس يعني مثلا الناس اللي هم الغلابه دول يصرفوا منين؟ حضرتك يعني هم ما بيخرجوش من البيت وجوزي ما بيشتغلش وقت قصير جدا ما بيقدرش يشتغل، فاهمه؟ تمام، طيب يعني مش عارفه يعني مثلا الوقت اللي هو المحدد ده ما ينفعش ان هو مثلا يتغير، بس جوزه برضه ارزاق وعلى باب الله، يعني مش عارفه احنا نصرف منين، احنا عندنا اولاد. ربنا معاكم ان شاء الله. استاذنك بس تسيبي رقمك في الكنترول واحنا نكلم حضرتك. ميرسي جدا. وفي الدوله كمان عامله رقم ساخن هنحطه على الشاشه دلوقتي للحالات اللي زي كده. هنرجع بقى مع استاذه مروه. قولي لنا بقى الخناقات الزوجيه اللي بقت كترت قوي الفتره دي، خناقات ملهاش حل وخلاص الرجاله بقت قاعده في البيت، المشاكل كترت، قولي لنا ازاي نتغلب عليها. كان في عشان الصين في مستقبل بيضيع، يعني هو كان في الصين احنا ربنا بينقذنا من كورونا وبنعدي الازمه الحمد لله، وفي مستقبل بيوت تاني بتتدمر بسبب المشاكل. كان في الصين في احصائيه بتقول ان كتر قعده الراجل والست في البيت في وش بعض فنسب الطلاق زادت، وكان في تخوف طبعا يحصل ده في مصر خاصه ان احنا النسبه الاولى عالميا في معدلات الطلاق اصلا. طبعا انا بقول يعني ان احنا لازم نعرف ان احنا في فتره حرجه في ازمه، فان احنا نحاول ان احنا نعديها بسلام، يعني ما نخنقش على بعض،
كفايه اصلا في يعني في خوف في تخوف ندي معظم الاسر بعض عندها قلق يعني لازم احنا ما نخنقش على بعض. الست عليها دور والراجل عليه دور. الست ما حضرتك دايما بتتكلمي او احنا دايما بعتذر ان قطعتك بنتكلم عن دور المرأة يعني حضرتك في بداية الحلقة وعنوان الحلقة بنتكلم عن دور المرأة. طب دور الرجل بقى ايه؟ ما انا هقول لك في الخناقات الست ليها دور والراجل ليه دور. دور الراجل ايه؟ ان انت مش لازم تقف على الواحدة يعني مش كل حاجة تحصل تقف عليها وتعمل عليها مشكلة. نفسيا يعني نفسية الراجل لما بيبقى مش لاقي حاجة يعملها بيقعد يتدخل في كل صغيرة وكبيرة. ده حقيقي. مش لازم يعني الست بتمشي امور بيتها من غير مشاكل من زمان فانت سيبها تدير امور كده كده ماشيه البيت من غير ما انت تكون موجود بالظبط. فانت يعني مش لازم تتدخل في الحاجات الصغيره دي. من غير موجودك يبقى يعني بفتره اطول يعني بالظبط. مش لازم تتدخل في الحاجات دي. مش يعني مش لازم تقعد تتلكك تقعد تقف على الواحده. مفيش حاجه يعملها بقى الفاضي الفاضي يعمل قاضي فعلا الفاضي. الست بقى عليها دور برضو انها ايه يعني كلمه حاضر بتريح. قولي حاضر. مش لازم تبقي زنانه ان انت تطلبي كل شويه طلبات على فترات يعني اطلبي طلباتك مره واحده. لو عايزه مثلا حاجات هو يجيبها من السوبر ماركت او كده مش على فترات. لا جمعي الحاجات اللي انت عايزاها وقوليها له مره واحده هو ينزل يجيبها مره واحده مش كل شويه طلبات. اسمعوا النصايح دي يا جماعه عشان احنا في بيوت بتتدمر. احنا معانا اتصال. الو صباح الخير يا فندم. صباح النور اتفضل. صراحة موضوع مهم جدا اللي حضرتك طرحتيه يا استاذه هنا. يعني موضوع ازاي المرأة تواجه الموضوع الكورونا والمشاكل اللي بتحصل فيها. اولا المفروض الست برضو تراعي الزوج اللي هو قاعد مثلا في الشغل ومضطر ان هو مثلا يقعد غصب عنه لان دي وباء عالمي يعني. يعني لازم يبقى في كده نوع من التآلف ما بين الزوجة وانها تستحمل الزوج شوية في الفترة دي بحيث ان النفسية اصلا الراجل من طبيعته ان هو ما بيقعدش في البيت. والزوج بقى هو ينزل شغل والزوج بقى فلازم يبقى في ست عليها دور كبير جدا جدا انها تستوعب الراجل في المرحله دي. تمام. طيب راي حضرتك بقى دور الراجل في الفتره دي يعمل ايه؟ انا كنت عايزه برضو اقول النقطه دي. كنت عايزه اقول النقطه دي ان الست لازم تراعي نفسيه جوزها. الراجل رجعوا معانا على الخط تاني يا جماعه انه يشتغل وينزل وكده فالقعد في البيت مش سهل عليه. فهي بقى مش لازم تقعد تعايره تقعد تقول له انت قاعد في البيت زي احنا قاعدين في يعني لا الكلام ده اكيد بلاش مش وقت الكلام خالص ده يعني. يعني بالظبط احنا في ازمه عالميه اصلا فتحاول انها يعني تتقبل الموضوع ده. تمام. عايزين بقى نعرف دور الراجل في الازمه. الراجل شريك اساسي يعني لازم ان هو يتحمل مسؤوليته. يعني مفيش حاجه اسمها ان الست هي اللي هتعمل كل حاجه. هي اللي هتعمل اكل وهي اللي هتراعي الاولاد وهي اللي هتخلي لازم يبقى بالها في تعاون وفي تحمل مشترك للمسؤوليه. هي يعني مش مسؤوليه الست لوحدها. يعلمهم ازاي يعني إيه؟ يعملوا روتين يومي متجدد كل يوم يوزعوا المهام اللي بينهم. روتين متجدد يعني كلمتين مالهمش علاقه ببعض. يعني اقصد يعني البروجرام بتاع اليوم النهارده غير البروجرام بتاع بكره. يوزعوا المهام يعني مثلا انا كراجل ممكن ان انا ادخل اطبخ النهارده. والفتره اللي فاتت على فكره انتشرت على السوشيال ميديا صور كتير لرجاله بتعمل اكل. يعني طلعوا الشيف اللي جواهم بقى ودخلوا يعملوا اكل. فانا هدخل اعمل اكل النهارده انت نظفي البيت النهارده. لو هو عنده مثلا شغل اونلاين من البيت هي تقعد مع الاولاد ما تخليهمش يعملوا صوت او يضايقوه. لو هي اللي عندها شغل هو برضو يراعي حاجه زي كده يقعد مع الاولاد. يبقى في توزيع للمهام. طيب راي حضرتك ان دي ممكن نعتبرها ان هي صفحه جديده مع الست ان هي ترجع تهتم بنفسها تاني وتهتم بصحتها وتهتم باكلها؟ طبعا. او فرصه كويسه الست ليها. كانت دايما نقعد نسمع كده ان الست انا مش لاقيه وقت اعمل حاجه لنفسي. لاقية مش لاقيه وقت اسرح شعري بقيت اعد شعري كام شعريه. انا مش لاقيه وقت. لا دي فرصه ليكي. اليوم طويل هتعملي كل حاجه وهتخلصي وهتلاقي وقت فراغ. لازم يبقى ليكي وقتك الخاص. اللي عايز يبدا دايت مثلا لو في اي مهم جدا سيدة تبدا دايت مهم جدا في الفتره دي. يعني احنا بناكل وبنقعد. لا احنا كلنا بناكل الفتره دي. بناكل ومفيش حاجه بنعملها غير ان في وقت فراغ بس مفيش دايت. لا ناكل اوكي بس برضو لازم يبقى في رياضه. ومفيش اي تسليه برضو. مفيش اي تسليه دلوقتي غير الاكل. يعني مفيش حاجه بتتعمل من الصبح لغايه ما بننام. مفيش حاجه بتتعمل خلاص. احاول تاكل الحاجات اللي فيها كالوريز قليله. مش لازم طول الوقت بقي شغال. بتحافظ يعني الست لازم تحافظ على وزنها في الوقت ده. في ناس كتير بتقول ربنا يستر بعد ما الازمه تعدي ما يبقاش وزني عدى هو كمان. لا يعني تعمل دايت تعمل ماسكات لوشها تدلع نفسها يعني. طيب احنا عايزين بقى من حضرتك كده رساله تحبي توجهيها للمراه.
اقول لها دورك مهم، اصمدي وكملي، عشان يعني ان شاء الله باذن الله احنا خلاص قربنا نعدي الازمه، بس اصمدي وكملي دورك زي ما عهدنا منك كل مره، ان انت على قد المسؤوليه وان انت بتقفي، يعني انت راس الحربه، فكملي دورك وان شاء الله الازمه هتعدي بسلام، وانا متفائله بصراحه. ميرسي جدا لحضرتك، واحنا كمان كلنا متفائلين ومبسوطه جدا بوجود حضرتك معانا. ميرسي قوي. انا ان شاء الله نعمل حلقات تانيه كتير، لان دور المراه مش هيخلص في اي ازمه، وعلى طول دور المراه بيبقى دور عظيم ودور مهم. ميرسي جدا لحضرتك، نورتينا. كان معانا الكاتبه الصحفيه مروه فتحي، رئيس قسم المراه في جريده روزا اليوسف. دي كانت حلقتنا النهارده، يا رب تكون نالت اعجاب حضراتكم. ان شاء الله نلتقي في حلقه قادمه، الى اللقاء.